سعيدين سعادة تامة بهذه النعمة التي يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا, وهي مشكلة الموية. يعني الحقيقة يعني هذه المدرسة كانت تعاني معاناة حقيقية من قلة الموية, وطبعا المدرسة يعني فيها تقريبا المدرستين سوا مع بعض فيهم حكاية بتاع 800 طالبة. يعني هذا العدد الكبير كله يعني كان بيعاني, ولكن هذه اللحظة الحمد لله يعني احنا في سعادة حقيقية نسبة لانه يعني اتحلت هذه المشكلة. الشيء الثاني, المدرسة مدرسة يعني عريقة وقديمة, لكن يعني امكانية الناس وظروفهم ما مكنتهم انهم نوجد هذه نحل هذه المشكلة. يعني نشكر المنظمة بتاعت السقيا البريطانية في انها وفرت لنا هذا الدعم, و يعني المنطقة فعلا هي منطقة بعيدة من كسلة تقريبا حكاية بتاعت 20-17 كيلو. نحن يعني جد سعيدين سعادة حقيقية بتوفير هذه المياه, نسبة لأنه يا جماعة الحياة هي أصلا يعني الموية شيء أساسي في وجوده, وبرضو الموية وفرت حتوفر لنا استغراب للطالب, لأن الطالب الصغير ده ما بيتحمل يقعد يعني ساعات بدون موية. فحقيقة نحن بنشكر المنظمة, منظمة السقيا والإخوة برضو في المنظمة بتاعت الويست على جهدهم الكبير, ونتمنى من الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا الجهد, وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. المنظمة قامت في شغلنا وخدمتنا وفي منطقتنا لأولادنا, أنا أشكرهم شكر جزيل جزيل,
وبارك الله فيهم وربنا يعينهم حيئيننا سوا. وشكرا. سبقنا الأستاذ حسن وتحدث ما فيه الكفاية والشكر أجزله لمنظمة السوغية البريطانية ومنظمة المياه وإصحاح البيئة. في الحقيقة يعني وجود الماء والماء هو عصب الحياة أي ذلينا كثير من المشاكل ويكون له يد بأن المدرسة تكون جاذبة فمن خلال الماء ممكن نتمكن ومن كلها تساعد في استقرار الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس جريج عبد الحميد حاني. تم تاريخ حفر هذه البير يوم 21/1/2006 وتم الانتهاء يوم 23/3/23 انتهى يوم 23 والآن يجرى عملية التركيب بالنسبة لهذه البير في نفس. ونشكر الإخوة المنظمة الصغية البريطانية لمساهمتهم معنا في المشروع بواسطة مشروع الويس ولهم جزيل الشكر.